التحدي نوصل 2 مليون مشترك في 7 ايام بس. اليوم الاول جبنا مشتركين وكانت خيبة امل كبيرة، واليوم الثالث صححنا الاخطاء وجبنا 250 مشترك. فيا ترى كم نقدر نجيب من مشترك اليوم؟ خلونا نبدأ وبسم الله. امس للاسف ما نمت متاخر عشان ينزل المقطع، جدولته ولله الحمد وخلصناه ونزل وانا نايم. الحين الساعه 6 الا 4 فلذلك بنشر الشورت الاول وانا متاخر احس اني اليوم، فبنستعين بخطه سبيد اليوتيوبر الناجح الاسطوري على قناته. قال لي حاول عشان ما تتعب نفسك، خصوصا اليوم جمعه وفي طلعات في مشاوير. قال لي شوف التيك توكات اللي ناجحه عندك، يعني انت في التيك توك في اشياء نجحت عندك، خذها ونزلها في الشورت راح تنجح ان شاء الله، لانها نجحت هناك ليش ما تنجح هنا؟ فباختار واحده من الاشياء اللي ناجحه عندي في التيك توك بنزلها في الشورت. خلاص يا مزعج، اول شورت لليوم راح يكون هو ابو فانوس لاني مجهز وخالص، فبعدها نروح نصور الشورت الاول هذا اليوم بعد القهوه، يعني عاد تكفون خلونا شوي نتقهوى نروق. الشورت الاول راح يكون تحدي دونيشن لستريمر معين، بندخل على تويتش بنختار ستريمر ونقول له سوي هذا التحدي، اذا سويته لك 100 دولار. مشينا؟ بسم الله. اقنع واحد يشترك قناتي لك 100 دولار. مشينا؟ بسم الله. حلو مقدمه صح؟ انا مطفي هذا. حلو، اكتشفت اني مطفي المايك حقي اصلا، معليش اليتر. اجين مقدمه. اقنع واحد يسوي اشتراك، اقنع واحد يشتري، ها؟ اقنع واحد يشترك قناتي ولك 100 دولار. مشينا. سريعه بسيط خفيفه شورت اصلا بسيط. بسم الله. لك 100 دولار اذا اقنعت راعي بقالتكم انه يشترك في قناتي. جد دونيشن. صوت صوت صوت. طرباها خمسوي لك 100 دولار لو اقنعت راعي بقالتكم يشترك بقناتي باليوتيوب. من بقالتنا؟ انا كيف انزل لراعي البقاله يا طرباخ؟ اقنع، اطلب مني اقنع واحد من الشات، اروح بقالتنا، اروح بقالتنا يا اخي ما يفهم. دق دق بني هندوس ثواني. بتصل في مين؟ اتصل يلا في مين؟ خلا يلا اتصل. ما في احد حمار غير ذا بيدق على حمار. اوكي خلينا نشوف. بسم الله يا رب الحمار يشترك في قناتي. انا راضي. السلام عليكم، انت على الهواء مباشره. اولا اهلا 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 قردي اهلا. لا ما يحتاج تهاجمني، اسف. للي طيب ابي منك طلب وما يرد الكريم الا اللئيم، وانت معروف يا زعيم الحوطه. ملك اللئم، ملك اللؤومه، ملك مالي ايش الا الدعاء. لا ملك اللؤومه انا واللئام واللئيم. يعني حلو، ابي منك طلب بسيط. حلو انا خادع الشات، ترى الحين ما يعرفوك انت مين. حلو، ما حد يعرف انت لان صوتك مو واضح، مبعد شوي الجوال. حلو اهلا والله، اهلا منكي. لا لا أيوه. غير زياده غير زياده. يلا إيه. انا بحط ميوت ثواني، بحط ميوت. ثواني ثواني بحط ميوت. اسمع ممكن طلب. انت صاحب البقالة اللي على اليمين صح؟ لا للي انا كل زق. طيب جحدة جحدة. الحين تفتح جوالك وتدخل على قناة طرباخ وتشترك. ممكن اعتمد والله. دايت بيبسي دايت. صوي راعي بقاله، راعي بقاله بيبسي دايت، راعي بقاله. صح صح صادق. خلاص انا اقنعني اقنعني راعي بقاله. بقر ناتشوز. وش بطنك للي؟ ممكن طلب. اح تصعيد تصعيد، هذا تصعيد يستاهل. انا اقول يستاهل 100 دولار، انا اقول يستاهل 100 دولار لان انا اقنعني، انا اقنعني انه مش اسمه طرباخ. لا عاد تجحدني في يوم من الايام، جبت لك من احسن المشتركين في قناتك وزنا وجمالا ودهاء. ايوه ولا ما يشوف الا انت، نظاره مخصصه لك يا استاذ طرباخ. يعني هذا فل اوبشن مو بمشترك. انا بس حبك من حنجرتك عشان ذيك الضحكه ما حد يسمع مره ثانيه الطويله. ضحكه طويله كذا ساعتين وزياده. هذا يسبني لك الحين طرباخ. لا تعطيه. ليه 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 ليه؟ 50-50. والله لو اني طرباخ ما بعطيك 10 دولار يا رجال. قلبوا عليه متابعينا. انا انسان اطلع في ستريمينج عشان اسعدك انت يا عزيز المتابع. جحديني عشان 100 دولار احلف 50-50، اقسم بمن احل القسم وهذه بذمتي اليوم الدين والله ما تشموا دولار. جحدوا جحدوا اخلطكم خل. والله انه زاحف، والله انه زاحف. جات الفلوس جامده. لغني حق صحيح انه حرق على امنا ون بيس بس جامده والله.
اللي ما مشترك في قناة طرباخ يشترك، واللي اشترك في قناة طرباخ بجي اختار من الكومنتات واحد اعطيه ذي $100. حلو، هذه $100 بختار واحد من الكومنتات مقطع طرباخ، نسوي مقطع صح طرباخ، بجي مقطعك وبختار واحد من الكومنتات واعطيه هذا $100. واشهد الله علي علي، يلا اشترك يا جماعه، يلا ترى بيعطيكم اياها 100 دخل، احطوا لايك واشتراك وتعليق، جاتكم $100. خلاص خلصنا. اديتر حاول تصير لوبينج، حاول انها ما تتعدى، يعني خلها رتم سريع، فهمت؟ الحين نزلنا في ابو فانوس وباقي شرط الدونيشن، باقي شرط ثالث. الشرط الثالث راح ناخذه من التيك توك حقي، افضل مشاهدات عندي في الحساب راح اخذها واحطها في الشورت وشوف هل ادائها ينجح ولا لا، فكره سبيد تكون ناجحه ولا لا. جاي نصور شورت، كيف نصور المودلز باللقطات والمونتاج كذا، بشرح لكم بعض الاشياء. معنا معتز المودل حقنا، معنا مازن مصور الكبير، وناديه المودل الثاني. بسوي تيك توك او بسوي شورت واوريكم كيف اسويها قدامكم، اوكي؟ بسم الله. طبعا هذا الجوال حاطه في نفس الستاند، لا نخلي معتز يناظر العدسه في كل مكان اروح له، اوكي؟ بسم الله. طبعا كلها مهزوزه لاني ما اعرف امشي، هذه بضبطها باذن الله. ها يلا معتز جاهز؟ جاهز. بسم الله. حلو، بغينا نجيب العيد. اوكي اجين، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ليتني جايب ستاند ثاني، خلاص ثلاث زوايا. الفكرة بتشوفونها هذا. ثاني شرط اليوم، انا تاخرت فيه ما نزلت الا الساعه 9 لاني انشغلت بالملابس ومدري وشو ركضه، لكن ان تصل متاخرا احسن من ما تصل، انا عدمت ام المثل. عموما نزلنا قبل يمكن 10 دقائق والحمد لله جايب ارقام حلوه، باذن الله الثالث بيكون اللي اخذناه من التيك توك. عشان يعني ان شاء الله يكون يدعس، اخذنا تيك توك واصله 900,000 مشاهده، بنحطها في الشورت ونشوف ادائها في اليوتيوب. جت اللحظه الحاسمه، اليوم الثالث مفروض ان نبدا نشوف الارقام بدات تتطور حبه حبه. للان الاداء ضعيف شوي للاسف، لكن انا كلي امل اني على اليوم الخامس السادس تبدا الارقام تنفجر باذن الله. يعني صح، لاحظت في الشورتات اللي انا قاعد اسويها قاعد اغلط غلط وي بدائي، اني ما اذكر الناس يشوفون الشورت يستمتعون فيه ما اذكرهم بالاشتراك، فمن اليوم وطالع او من شورتات بكره راح احاول على كل شورت احط بوب اب للاشتراك، او اقلها اقول في كل شورت اشتركوا، لان طبيعي الانسان ينسى. اي شخص بيتفرج على الشورت ما راح يتذكر انه يضغط اشتراك، فلازم اني اذكره واقول له اشترك عشان يتذكر فقط. خلونا نشوف كم عدد المشتركين في الشورت حقه اليوم، ونحدث الشورتات اللي قبل كم صارت ارقامها وكم صارت. خلونا نشوف الشورت الاول في اول شورت في السلسله اللي هو ما يضحك المصغره، وصارت 28,000 مشاهده ولكن 13 مشترك. كانت اذكر اول يوم 5-4، بس يعني في تقدم الحمد لله. الشرط الثاني اللي كان مع ريكو اللي لك هودي مجانا، لاك هذا وصل 83,000 مشاهدة وهو رقمه بدأ ينتشر، ومشتركين صاروا 52 زائد 52، تطور من سالب واحد اول يوم الى بلس 50، ففي تطور الحمد لله. لكن انا كلي امل في اليوم السادس الناس كلها تعرف السلسلة تنفجر باذن الله الارقام. الشرط اللي بعده كان 5 ريال لكل دقة مع ابراهيم باور، اوكي المشتركين 95,000. لاحظتوا كيف ان المشاهدات قاعدة تعلى ونتطور حبة حبة. المشتركين 100 مشترك، ارقام قايلكم بتتحسن مع الوقت باذن الله. نروح الشورت اللي بعده، الشورت اللي بعده يا ساتر 112,000 مشاهدة، الاول من 10 شورتات اللي كان تاخذ 5 الكرتون اللي سويناه مع روب ومع بودي، مشاهداته وصل 125,000 مشاهدة، واتوقع انه راح يزيد في الايام الجاية. الاشتراكات عليه 111 مشترك، هذا ما ذكرنا فيهن، يعني تخيلوا انا مذكرين اتوقع بتجي الدبل. خلينا نشوف الشورت اللي بعده اللي هو كان الشورت اللي نعلم الناس بالسلسله، اخذ 3 من 10، جاب 46,000 مشترك. تخيل 46,000 مشترك، الله لو جد والله لا انبسط، والله لا انبسط، اقسم لا اسوي كذا قدامكم. طيب جاب 46,000 مشاهده وجاب 193 مشترك، قلت لكم لازم نذكر الناس. نروح الشورت اللي بعده، الشورت اللي حقت اليوم الكليب الاول كان هذا اللي بيغدر بك، 45,000 مشاهده وجاب 72 مشترك. الشورت اللي حطيناه في التيك توك كان اخر شورت لفيديوهات اليوم، جاب 35,000 مشاهده وجاب 62
مشترك، مو بشرط ينجح هناك ينجح هنا، هذا الحين عرفناه. لحظة نسينا هذا كليب، $100 إذا اشتركت بالقناة. 39,000 مشاهدة وجاب لي 77 مشترك. قلت لكم إلى الآن أحس في تفاؤل، في ازدياد، بس ما بعد وصلنا للشيء اللي بيوصلنا للمليونين. هذا الشيء اللي هو أرقام خيالية، يعني بتصير نشوف في الشورت الواحد يزيني مثلا 10,000 15,000 مشترك في الشورت واحد عشان نقدر نوصل 2 مليون. قبل ما ننهي، شكرا جدا جدا، السلسلة جدا متعبة، جدا جدا متعبة، من أصحى من النوم إلين أنام وأنا أفكر شو أسوي شورت، بعدين أروح وأسوي شورت في مكان ثاني، وأروح أسوي شورت في مكان فلاني. حتى الويكند، حرفيا الويكند ربعي مجتمعين، أهلي طالعين مزرعة، وذا ورحت قاعد أشتغل وقاعد أحاول أنجح السلسلة بأكبر قدر ممكن، وأنا قاعد أعطي كل طاقتي عشان تنجح هذه السلسلة. كل اللي أطلب منكم علم أخوياك، ذكر أخوياك، حتى أنت يمكن ما انتبهت ولا اشترك، فأتمنى من كل قلبي أنك تشترك. يا عسى، بس أشوفك بكرة.